هو النهارده عشان ديبيبه يقعد، وطبعا الناس مش عارفه ديبيبه ده كان اصله ايه، مقاول. نعم. مقاول. نعم. انت فاهم. ايام عهد القذافي. نعم. النهارده هو قاعد مبسوط بالحته اللي وقعت فيها، هو قاعد بطريق غير شرعي كمان، هو طبعا مدته انتهت، مدته انتهت وخلصت، انما هو بيعتمد على مين؟ على 20,000 مرتزقه. النهارده الدخل بتاع البترول الليبي بيروح للمرتزقه، بيروح لتركيا لانها عامله قاعدتين عسكريتين عنده في طرابلس. طيب رفض مصر سياده اللواء سمير، رفض مصر بشكل واضح لهذا الامر وما تم توقيعه ما بين تركيا وما بين الدبيبه حكومه غير شرعيه، رفض مصر ماذا يعني في حاله انه ليبيا بدات عمليات تنقيب، وطبعا في هذه المناطق اللي هي المفترض انها او تجاوزت اللي الرئيس رسمه في 2020 الخط الاحمر، ايه اللي ممكن يعني ايه القادم في الملف ده تحديدا؟ هل ده معناه ان احنا بنتكلم على يعني عوده لازمه كبيره؟ يا احمد عشان كده الكلام ده بقى نقوله للناس اللي كانت تقول لك انتوا جبتوا المسترال ليه؟ وجبتوا الرافال ليه؟ وجبتوا الفرقاطات ليه؟ والغواصات ليه؟ عشان تحمي استثماراتك. شوف الناحيه الثانيه في ايه يا احمد؟ النهارده اسرائيل واخده البلوك رقم 9 في لبنان وبتطلع منه ولسه ما اتفقوش، وقال لك الحقل انا هاخده وهنتج غاز السنه اللي جايه، الشهر اللي جاي. ولبنان بتستورد غاز. ليه؟ ما عندهاش قوة عسكرية. اذا ده لازم يقول لنا ايه يا احمد؟ ان لن يؤمن حدودك واستثماراتك غير ان يكون عندك قوة عسكرية. مش لازم نحارب، احنا مش جايبين نحارب يا احمد. احنا جايبين عشان نرضى اي حد. اوعى تقرب لحدودي. لكن النهارده بالمنظر ده هتلاقي على جنبك بكره الصبح في البحر المتوسط تركيا. فالموضوع هيشتعل. فحقيقي، وعشان كده النهارده كان الاتفاق ومقابله وزير الخارجيه المصري مع اليوناني هيكون حاجه مهمه، واعتقد اليونان مش هتسكت لانها هتبلغ حلف الناتو والاتحاد الاوروبي، والاتحاد الاوروبي قبل كده رفض الاسبوع اللي فات الاتحاد الاوروبي طلعوا بيان رفض رفض للكلام ده، وخاصه لما كان بيتحرش مع قبرص وهي عضو الاتحاد الاوروبي. اردوغان طبعا النهارده بيحاول يجيب فلوس من اي حته، الهبره بتاعت ليبيا كويسه، الفلوس كلها بتاعت الشعب الليبي راحه لاردوغان، انت فاهم، عشان يحمي الدبيبه ويقعد. انا طبعا الدبيبه ممكن بكره يعملوا مشكله زي ما حصلت قبل كده نقاش في كام شهر واشتكت، انما ده واقع. النهارده فلوس الليبي الشعب الليبي راح فين؟ راح ليبيا عشان تحمي دبيبه وانه يفضل موجود في كرسي الحكم، ولكن مدته انتهت، وليس من حقه انه يوقع على اي اتفاقيه، حتى لو وقع فالبرلمان رافض. البرلمان رافض وفتح بشاغه اللي هو الرئيس الشرعي رافض. رافض، فاذا بالتالي بكل المقاييس مرفوضه هذا الاتفاق، وارجو الا يشتعل الموقف في المنطقه وندخل فيه دوامه ثانيه الفتره القادمه. اشكرك شكرا جزيلا اللواء دكتور سمير فرج، كل التحيه.